معايا يا شباب؟ خليك معايا. كنا بنقول يعني واحد ممكن يسألني سؤال مثلا يقول لي طب ماشي، طب في الحالة العادية لو الاندوثيليوم ده سليم هيلثي، يعني الاندوثيليوم ده زي ما خلاص ما اتقطعش ولا حاجة، ما حصلوش دامج، ماشي، هل البليتلت ممكن يعني تنجن في دماغها كده وتلزق تلتصق؟ يعني قال لك لا. قال لك مين؟ لا. طب ايه اللي مخليك ايه بقى؟ اكيد في حاجات يا جماعه تخليها مين؟ تخليها ما تلتصقش. تخليها مين؟ وبالتالي يبقى ده هيحافظ على مين؟ حاجه اسمها الفلويدز اوف ذا بلاد. يعني ايه فلويدز اوف ذا بلاد؟ يعني يقول لك ليه البلاد ده في الحاله العاديه اللي هي الهيلثي واحد سليم زي الفل، ليه البلاد في صوره سائله؟ او معنى ثاني ليه البلاد ما بيتجلطش مثلا في الحاله العاديه؟ لان يا جماعه في مواد يا جماعه بتمنع ما تخليش البليتلت تلزق تلتصق مع مين؟ مع بعضها. تعالى بقى قول الاول ايه المواد اللي بتخلي البليتلت كانت تلتصق مع بعضها؟ فكر تخلي كده هتلاقي المواد التي تساعد في التصاق الصفايا والعربية، المواد السبب في التصاق مين؟ كان أشهر مادة لو تفتكروا كان مادة اسمها اللي هي الـ AD. في مادة ثانية يا جماعة اسمها، طبعا في مواد كتير بس أنا أقول أشهر حاجة مادة اسمها ثرومبوكسامين A2. يبقى عندي مادتين هما ADB و ثرومبوكسين A2. أوكي طيب تعالى معايا بقى، تعالى معايا هقول لك بقى ان في سبحان الله بقى مواد تمنع بقى، تمنع مين؟ المواد دي طبيعيه يا جماعه، تمنع التصاق مين؟ التصاق الصفايا الدمويه. مواد تمنع مين؟ الايفنت اللي هي الاتيشن او الاجريجيشن، الايفنت مين؟ الاجريجيشن. بصوا معايا بصوا معايا، يعني في مواد بتساعد الاجريجيشن، مواد ضد الاجريجيشن. طيب كان لي مثلا واحد لو انا سال واحد ثاني بعيد ثاني الاي دي بي ده كان ازاي بيزود الاجريجيشن؟ تقول الاي دي بي ده كان بيزود الاكسبريشن، بيزود الريسبتورز اللي اسمها جلايكوبروتين 2 بي 3 اي اللي كانت بتمشي مع مين؟ مع الفايبرينوجين. فلما يزود الريسبتورز في كل خليه، دي خليه ودي خليه وده ريسبتور وده ريسبتور، مين اللي يلزقهم مع بعض؟ فايبرينوجين. ويعرف حاجه اسمها اجريجيشن، حاجه اسمها مين؟ اجريجيشن. تعالى بقى نرجع شويه كده نتكلم كلام كنا خدناه قبل كده في الاندوكراين لو تفكروا، حاجه اسمها اللوكال هرمونز دي بشرحها للمره، يعني كل شويه تتقابلنا على فكره، اللي هي البروستاجلاندين واليوكو تراين، بروستاجلاندين واليوكو ايه؟ واليوكو تراين. فاكرينها دي ولا مش فاكرينها؟ كان بيجي ال طيب نقولها ببساطه الاول وبعد كده اشرحها لكم بالتفصيل. قال لك الهيلثي اندوثيليوم يا جماعه، في رسمة عندكم انا مزود على فكرة الرسومات عشان تبقى ايه سهل لكم المعلومة. ده يا جماعة ده هيلثي اندوثيليوم، هيلثي اندوثيليوم. طيب الهيلثي اندوثيليوم دوت اللي هو الاندوثيليال سيلز دي بتصنع مادتين يا جماعة، مادة اسمها نيتريك اوكسايد، مادة اسمها مين؟ نيتريك اوكسايد. وفي مادة ثانية اسمها بروستا جلاندين اي 2، حاجة اسمها بروستاسايكل، حاجة اسمها مين؟ بروستا سايكل، بروستا سايكل او بروستا جلاندين اي 2. دي اسمها مين؟ نيتريك مين؟ نيتريك اوكسايد. الحاجات دي يا جماعة المادتين دول بالذات يديروا فيزو دايليتيشن، بيوسعوا مين؟ الأوعية الدموية، عشان كده يخلي الفلو يبقى سريع ولا بطيء؟ سريع طبعا. دي بقى الفلو لما يبقى سريع يا جماعه لا تترك فرصه للبليتلت، شاطره دي، لا تترك فرصه للبليتلت انها مين؟ تيجي تتجمع يوم الصهاريه السريعه ده ايه؟ يطيرها، يعني واضحه؟ وفي نفس الوقت كمان المواد دي يا جماعه برضه بتعمل ايه؟ انهبت البليتلت اجريجيشن. ان
انهبيت البليت مين اجريجيشن. في حته كده حاجه انا عايز اعرفك ما تعرفهاش، انا كانت بقول عندكم يعني بقول لك ان ال ان او والبروستاجلاندين A2 ده بيخلي البليتلت تبقى ريستنج، يعني تفضل ريستنج او تفضل ان اكتف. اكتف يعني ايه يا جماعه؟ يعني ما تغيرش من شكلها، ما تحاولش سوديوم، ما تحاولش تلزق مع مين مع بعضها. دي معناها ان مين ريستنج او ايه او ان اكتف بيخلينا اكتف. مين بقى بيخلينا اكتف؟ المادتين دول. ازاي المادتين دول؟ قالك بيروح بيدخل جوه البليتلت، وواحد بيزود حاجه اسمها سايكليك جي ام بي، واحد بيزود سايكليك اي ام بي. عايز يعني بلاش نتوسع فيها، عرفتها عرفتها ما عرفتهاش مش هسالك فيها. المهم تعالى معايا، في عندي ماده ثالثه، قصدي في ميكانيزم ثالث. اللي ايه الميكانيزم الثالث؟ قالك الاندوثيليال سيل دي يا جماعه في السيل ممبرين بتاعها في انزيم اسمه ايديبيز، اسمه مين؟ ايديبيز. ده بيكسر يا جماعه، بيكسر الاي دي بي. اي اي دي بي موجود يكسره لمين؟ لاي ام بي. ده بي اللي هو الادينوزين دايب سويت. يبقى مين؟ خلي بالك الادينوزين دايب سويت ده اصلا دي قلنا ماده وحشه ولا لا؟ ماده وحشه، لان كان بيخلي مين تتحد مع الريسبتور على البليتلت، وتخلي مين بليتلت تكون مين؟ تكون جلايكوبروتين 2 بي 3 اي بغزاره. فده كان بيخلي البليتلت مين؟ تمسك مع الفايبرينوجين وتلزق مع بعضها. فانا لما اكسر بقى، لما كان كده كده انا هكسر مين؟ اي تي بي. كده بقلل، ما اديش فرصه للبليتلت ان يحصل لها اي اجريجيشن. يبقى انا ما اقول لك دلوقتي ايه؟ يعني دلوقتي في ثلاث حاجات، هما ثلاث اشياء بيخلوا البليتلت ما تلزقش. ده لما يكون الاندوثيليوم هيلثي زي الفل. لو حصل دامج الاندوثيليوم لا يحصل بقى مشاكل، ما المواد دي ما تطلعش. المواد دي مين؟ ما تطلعش. ايه بقى الثلاث حاجات اللي قلتهم؟ ماده اسمها مين؟ بروستاسايكلين. وماده اسمها مين؟ نايتريك اوكسايد. وانزيم اسمه ايه؟ ايديبيز. هتلاقي في عندك ايديبيز ده له اسم ثاني، حاجه اسمها سي دي، سي دي مش عارف 39. مش ما تشغلش نفسك بالاسم الثاني ده، معايا يا شباب؟ طيب تعالوا بقى مين؟ تعالوا المادتين قلنا ضد وحشين، او يعني ماده وحشه وماده حلوه. مين الماده؟ خلي بالك ان هو هم لهم علاقه بالبروستاجلاند. ماده اسمها مين؟ ثرومبوكسين و بروستاسايكلين. تعالوا كده نحاول نفهمها يا جماعه. هي الماده دي تصنع فين؟ قال لك الماده دي تصنع فين؟ انا لسه قايل لك اهو في الاندوثيليوم. الاندوثيليوم السد. عندكم رسمه جميله جدا، الرسمه الجميله دي هتلاقي رسم لك البليتلت في ناحيه والاندوثيليوم في ناحيه. البليتلت على ايديك اليمين، على ايديك اليسار اللي هي ايه؟ الاندوثيليوم. معايا؟ تعالوا بقى ايه الرسمه دي بقى؟ اهو ايه؟ بقول لك والله انا عندي السيل ممبرين سواء بتاع البليتلت او بتاع مين؟ بتاع البليتلت او بتاع مين؟ السيل. في فوسفومين، فوسفوليبيد. الفوسفوليبيد ده يا جماعه بيتحول الى بواسطه انزيم اسمه سايكلو فوسفو الكلام ده خدناه قبل كده يا جماعه، خدتوه قبل كده. فوسفولايبيز اي 2 يحول الى ما حاجه اسمها اراكيدونيك اسيد. الاراكيدونيك اسيد اللي هو عباره عن 20 كربون، قلنا المجموعه دي اللي هي البروستاجلاند واللوكوتراين بنسميها حاجه اسمها ايكوسانويد، يعني مركبات تحتوي على 20 كربون. ما عليها من باي وحمان. الاراكيدونيك اسيد ده بعد كده عن طريق يطلع عليه انزيمين، يعني واحد اسمه بلاش بقى اقول الليوكوتراين ده عشان ما اعرفش لخبطكم، خلينا مش في الموضوع بتاعنا. الاراكيدونيك اسيد فيه انزيم تاني اسمه سايكلو اكسجينيز. سايكلو مين؟ سايكلو اكسجينيز. سايكلو اكسجينيز يا جماعه ده بيحول اراكيدونيك لحاجه اسمها بروستاجلاندين مش عارف ايش. البروستاجلاندين H2 الماده ديت في تو انزيم بقى، واحد اسمه
ثرومبو سين اي 2 او ثرومبوكسين سينستيز او سينسيز و بروستاسايكلين سينسيز. يعني في الانزيم ده يا جماعه ده هيصنع مين؟ هيصنع تي اكس اي 2 اللي هي ماده اسمها مين؟ ثرومبوكسين. امال ده البروستاسايكل ده اسمها بروستاسايكل اللي هي بروستاجلاندين اي 2 بروستاسايكل اسمها بروستامين بروستاسايكل. افهم معايا بقى ده اسمه يا جماعه ده اسمه ثرومبوكسين اي 2. خلي بالك من اسمه كده مين اللي ساعه مع البليت ساعه تكون الجلطه البليت ساعه تكون مين الجلطه زي ما تكمل مين اللي ساعه تكون الجلطه ثرومبوكسين اه برافو شاطره لان الجلطه معناها ايه ثرومبوز يبقى الماده دي وحشه يبقى الماده دي شريره وحشه طب والماده دي بنت حلال يعني ايه حلو اللي عندي فيه ماده حلوه وماده مين صحيح. وحشه الماده الوحشه دي اللي هي ثرومبوكسين دي بتدير يا جماعه فيزو كونستريكشن وبتزود البليتلت اجريجيشن يعني دي مصيبه دي ساعه تكون مين الجلطه طيب ودي بتبقى موجوده فين يا جماعه اللي هي ده قالك دي مينلي موجوده في البليتلت موجوده فين امال الانزيم دوت قال لك ده مين اللي قاعد في مين الاندوثيليال سيل فهمتوا حاجه ده الاندوثيليوم هيصنع لمين بروستاتا اللي هو العكس بقى يا جماعه بروستاتين ده انا لسه قايل لكم عليه اللي هو هيدير مين برازيليشن ما هو الخدا ابن حلال ده كويس ده حلال بيقدر يشيل ويقلل مين او يمنع انهبت مين البليتلت اجريجيشن الاثنين اجريجيشن تقوم تقول لي يا دكتور انت وجع دماغ ليه في الموضوع ده طبعا كل حاجه لها فايده يا جماعه انت لو واحد يعني عرضه او ممكن يصاب بالجلطه مثلا يعني ممكن يكون في اسمه مين جلطه اكيد مين ماده الشريره ثرومبوكسين هي دي اللي بساعتها تكون مين جلطه اللي بساعتها الاجريجيشن دائره دمويه لما نمنع تصنيعها يا جماعه نمنع مين نمنع تصنيع ثرومبوكسين طب نمنع تصنيع ثرومبوكسين ازاي قال لك اعمل انهبيشن لمين الانزيم اللي بيصنعها الانزيم اللي بيصنعها اللي هو من فوق خالص سايكل اوكسجينيز تقول يا دكتور لما تعمل انهبيشن سايكل اوكسجينيز ده انت كده شلت الشرير والخير يعني شلت اللي هو الصالح ولا ايه والطالح الصالح والطالح يعني وحش صالح ماشي انت كده عملت ايه كده طيب المهم هو مين بقى مين وده سؤال بيقول في الامتحان مين اللي بيعمل انهبيشن سايكل اوكسجينيز قلنا اللي هي الاسبرين اللي هو كان اسمه نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري مين دراجز يعني انهبيشن لمين السايكلو فهمنا تكوين مين خلي بالك ده دلوقتي في معضله انت قلت دلوقتي ده هيشيل مين الخير والايه والشرير طب وبعدين يبقى كده ما انا عايز يرضي مين الشرير طب ايه الحل بقى قال لك الحل من عند ربنا الحل من عند مين ربنا ازاي بقى انا لسه قايل لكم يا جماعه هو ال 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 الانزيم دوت اللي هو سايكل اوكسجينيز ده يعتبر قاعد فين؟ قاعد في البليتلت وقاعد فين؟ في الاندوثيليوم وقاعد في الاندوثيليوم وقاعد فين؟ اللي يعني في الاندوثيليوم سيل وفي البليتلت سيل افهم معايا المفروض ما هوش بليتلت سيل افهم معايا اي انزيم في الدنيا خدتها في البايكنز هو بروتين هو مين؟ وهذا البروتين عشان يصنع محتاج نيوكليس صح معايا كل معلومه كنت بقولها لك بتتربط وبتفيدك في ايه في ان شاء الله تفيدك بعد زمن طويل المهم دلوقتي عشان نصنع الانزيم ما هو الانزيم هو بروتين مش ماده بروتينيه ماده مين
واي ماده بروتينيه بتصنع من مجموعه من الاحماض الامينيه. وعشان نصنع البروتين لازم يجي اوردر منين؟ ننسخ ار ان اي منين؟ من الدي ان اي. والدي ان اي ده محتاج نيوكلس، محتاج مين؟ نيوكلس. وبعد كده مش فهمت حاجه. طب انا لما اقول لك انا عملت انهيبيشن للسايكل اوكسجينيز خلاص، دلوقتي الاسبرين باوز سايكل اوكسجينيز في الاثنين البليتلت، انا بقول لك بقى ايه؟ الاندوثيليال سيل سوف تتمكن من صناعه سايكل اوكسجينيز لانها تمتلك نيوكلس. تمتلك مين؟ مين بقى اللي مش هيعرف بقى لما السايكل اوكسجينيز اللي عنده يبوظ مش هيعرف بعد كده ايه يكونوا اللي هي مين؟ البليتلت. وبالتالي يبقى الاسبرين هيعطل مين؟ الثرومبوكسين A2. اه بس لكن لا خلي بالك برضو البروستاجلين ده هيتعطل في البدايه، لكن بعد ساعات هيصنع تاني. يبقى مين اللي هيقل بقى؟ الشرير لوحده. وبالتالي هل دلوقتي يا جماعه لما نستخدم اسبرين، طبعا بس يقول لك الاسبرين سمول دوز يعني جرعه صغيره يعني جرعه ايه؟ نسميه في اسبرين في الصيدليه بنسميه اسبرين بتاع اطفال. الاسبرين العادي يا جماعه الريجولار اللي هو العادي 300 ملي جرام، ده القرص الاسبرين العادي اللي بتاخده للصداع وحتى كده. الاسبرين اللي هو بتاع الاطفال ده اللي هو بيبقى 75 او 150 يعني 300 اسمها النص او اسمها كمان للربع. فهذا الاسبرين يقول لك مقوله شهيره جدا، مين الناس اللي هي عرضه لانها يحصل لها جرثومه؟ هل الشباب ولا الاولد ايج؟ الاولد ايج يا جماعه كل ما الناس تتقدم في العمر بيحصل هنا رفنس للوول للترسب الكوليسترول حاجه كده. فلما يحصل رفنس للوول يعني الانسولين بيبقى خشن، ده يدي فرصه للبلت مين تلزق. فانا مش عايز البلت مين تلزق او مش عايز المصيبه تحصل وبعدين تقول لي زعلان عليك. يعني مثلا لو واحد يقول له جاله جلطه في مش عارف مين وجاله شلل نصفي، وبعدين يقول لك خد ادينا له ادويه عشان تمنع الجرثومه. لما كنت تمنعها امنع المصيبه مين؟ من الاول. المصيبه اللي هي اسمها مين؟ اللي هي الوقايه ولا العلاج؟ الوقايه يا جماعه اسمها بروفلاكسس. بتعمل حاجه اسمها وقايه اسمها مين؟ بروفلاكسس. بروفلاكسس معناها بريفنشن ديزيز، تمنع المرض، الوقايه من المرض. بروفلاكسس. افهم معايا بقى. في مقوله بقى تقول لك ايه؟ بعد سن الأربعين، فهموا يا شباب بعد سن مين؟ 40 لابد انك تاخد نص قرص اسبرين بعد سن. في مزيكا ولا مفيش؟ في مزيكا اللي هي بعد سن الأربعين لازم تاخد نص قرص اسبرين. ده يحميك، مش محمي بقى لشبابك، شبابك ضعف، ده يحميك من ان يجيلك مين؟ ده يحميك من ان يجيلك جلطات واضحه. يا جماعه دايما هتلاقوا في ناس كده اوف ايتش مثلا بعد 50 بعد 60 تلاقي يقول لك الدكتور يكتب له اسبرين بتاع الاطفال. ليه كتب له كده؟ يعني مثلا هو مريض ضغط مثلا او مريض سكر. الضغط والسكر يا جماعه ده بوادر الانهيار بقى. يعني ازاي؟ يعني هم دول اللي بيبوظوا الدنيا بقى، بيبوظوا الاوعيه الدمويه والحاجات دي. فيبقى الناس دي عرضه انها يجي لها مين؟ جلطه. ما استناش بقى لما يجي لها مين؟ جلطه. اقوم اعمل لها مين؟ وقايه. نديها مين؟ اسبرين. يمنع تكوين ثرومبوكسين. ده سؤال بيجي. طب انا بجيبه لك ازاي بقى؟ في عندنا حاجه يا جماعه دي مش موجوده عندكم الكلمه دي بس انت فاهمها. في عندك هتلاقوا في الاسئله يعني لما يجي جلطه في الكورونر او في البرانشات بتاعت الكورونر او الشريان التاني وتسد احدى الايه؟ التفرعات بتاعت مين؟ بتاعت الكورونر. ففي جزء من عضله القلب هيموت، الخلايا هتموت، اللي مش هيوصلها مين؟ بلاد ولا اكسجين. فدي نسميها مايوكارديال انفاركشن. مايوكارديال سميها يا جماعه مايوكارديال انفاركشن. يعني ما معنى كلمه مايوكارديال انفاركشن؟ يعني بالعربي موت جزء من عضله القلب نتيجه انسداد احدى تفرعات الكورونري. موت جزء عضله القلب نتيجه انسداد. طيب هل انا بقى يعني استنى؟ طبعا الراجل ده لو حصل له يا جماعه يحصل حاجه اسمها هارت فيلير، لان الجزء اللي بيموت ده ما بيتكونش وخلاص، والكونتراكشن بتاع القلب بيقل بيبقى ضعيف. فلازم نعمل ايه بقى؟ ندي بقى يعني لما اجي اقول لك انا ايه الدواء اللي مثلا ساعات بيجي السؤال ده، ايه الدراج اللي
تستخدم كبروفلاكسي مين للمايكارد انفاركشن عشان ما يخدش. تقوم تقول لي اسبرين، تقول لي مين اسبرين. فهمت؟ تمام.